فخلونا نبدأ القصة. قوانين الاستماع كما العادة، البس السماعات واجلس في مكان هادئ وبعيدا عن الضوضاء، اطفئ الأنوار طبعا، وكنتمنى لكم أقصى درجات الرعب. ويلا نبدأ. قصص رعب وارتعاب، هلع وفزاع، مع القرشي حمادة لكل قصة إفادة. إن لم تستوعبها فعليك بالإعادة. ما تقتلونيش الله يخليكم. هتقومي ما هتقومي ياسين، هتقومي ما ياسين ولدي، ياسين ولدي فيق، راك تحلم. ما انا غادي يقتلوني. تهدنون على الشيطان، راك غير كتحلم. الله يهديك، انا على الشيطان ولدي، غنجيب لك تشرب. راه الخمسة ديال الصباح هادي ولدي، زيد نعسلك شويه ولدي. لا انا غادي نوض، عندي امتحانات وخصني نراجع. واخا ولدي، الله يوفقك ويرضي عليك يا رب. شنو هاد الكوابيس اللي كنشوف؟ وعلاش الكلاب كاملين تابعيني؟ هاد الكوابيس قلبات لي حياتي من نهار حطينا رجلينا في هاد الدار الجديدة، وانا عايش الكوابيس بالليل والنهار. حياتي ولات ظلام، ما كملت شهر باش شرينا هالدار، والموقع زوين بالنسبة للثمن ديالها،
درجات في كاليفورنيا في كازا، ولكن اللي لاحظت أن السكان ديال العمارة كيديروا فينا نظرات غريبة، لا أنا ولا العائلة ديالي، وحتى السلام كيقولوها فوق خاطر ديالهم. واحد النهار وأنا هابط عند الكونسيانج ديال العمارة سولت وقلت ليه: السلام عليكم. وعليكم السلام. بغيت نسولك سيدي. تفضل أولدي، نتوما جداد هنا ياك؟ رحنا عاد كيشرينا هاد الدار، وبسبب هاد الموضوع راني جاي نتكلم معاك. تفضل أولدي. اللي يحصل في شي حاجة يجي عندي. شنو قلت لي؟ ما سمعتكش. تفضل أولدي. هاد الجيران دايرين كيبحال اليهود، ما كيسلموش، وحتى الدم ديالهم عندهم زرق عوض الأحمر. ولدي المشكل ماشي فيهم، المشكل في الدار فين ساكنين ولدي. كيفاش؟ كان ساكن فيها واحد طالب يهودي، ومن نهار دخل هاد العمارة انتحروا جوج البنات ومات راضيع، ومن ديك الوقت الجيران جراو عليه من هاد العمارة، ولكن توعد ليهم بعد ما قتل راسو حدا هاد الباب اللي راك تشوف فيها دابا انه غيكملهم واحد واحد، لانه جعل هدف علمي وهما تدخلوا فيه، وحسب الوشم اللي كان دايرو من الظاهر انه مشعوذ. كيفاش يعني؟ نفسه الكهوبيس اللي كنشوفهم كل يا سيدي. نعم. واش كان عنده شي كلب؟ كان عنده كلب. كان عنده كلب. وملي مات قتلوا الجار ديالك اللي فوق منك، والدم اليهودي تخلط مع دم الكلاب. يا رب. رجعت للدار وانا غير ساكت، وفهمت ان السبب اللي خلى مول الدار يبيعها بهذا الثمن رخيص وفي موقع بحال هذا هو السبب. وانا عارف بان الوليد ما غاديش يثق بيا الا قلت ليه هذا الشيء كامل، غادي يقول كلمه واحده: ياك ماتوا الله يعاونهم. ولكن انا حاسس باللي ان شي لعنه خطيره كاينه هنا وساكنه في هذا البيت. اليوم هو يوم الجمعه، والدار كيمشيو عند جدي في حد السوالم، وانا غنبقى في الدار كنوجد الامتحانات ملي نجي من المدرسه، زياده ان السته كتجي في الظلام وانا الجمعه كنقرا فيها النهار كامل. خرجت مع الستة، قالت لي امي باللي خلات لي الماكلة في الثلاجة والخبز في الفران. وصلت للدار مع ديك تقريبا 6:30، حليت الباب لكن تحل بوحده بحال شي قوة كتحلو من الداخل، ولكن قلت في نفسي يمكن غير الوالدة نساتو مفتوح. دخلت وجلست وارتاحت شوية كاع السراجم كيتفتحو غير بوحدهم، وكنحس باللي شي حد كاين معايا في الدار، وشي انفاس كتقترب مني، جيت ودني اليسار وجيت ودني اليمن ومن فوقي ومن التحت. درت لكن ما لقيت حتى شي حد، مشيت الكوزينة ودخلت باش نسخن داك الأكل اللي خلاته لي الوالدة. إلا في لحظة لقيت عامر دم ودود، وكان المنظر أكثر من مقزز. كان المنظر ديال ديك التشوبينة كيهز القلب، الدم والدود والسخونة. خرجت باش نتصل بالوالدة ونعرف شنو خلات لي بالضبط، لكن لقيت الريزو ما كاينش وخفت، وبدا قلبي كيضرب، وهنا الخوف بدا كيقتلني. الا في لحظه لقيت الدوده لصقات لي في صبعي، دخلت للدوش باش نغسل يدي، وكانت مرايه قدامي انا كنغسل في لافافو حتى كنشوف بنادم. كان كله دم من ورايا، نظره المرايه عكسات ليا، دورت وجهي ما لقيت حتى شي حد. بقيت نخرج ما بغاش يتفتح لي الباب، وانا كنلهت من شدة الخوف، بقيت غير كنغوت وكنحاول نفتح الباب. الا شوية مشى الضوء، وكنحس بهذوك الانفاس كتقترب مني مرة ثانية.
وباللي شي حد كاين معايا، وهذه المرة الأمر حقيقي. الموت أهون من ديك اللحظة، غوت حتى الصوت ديالي بح، وملي جلست في الأرض قال لي أنا نزل دابا في العالم ديالي غنشاجك الضوء، ولكن إلى غوتي أو قريتي القرآن غتكون نهاية ديالك. شكون انت؟ وشنو باغي مني؟ غادي تسكت، غنشعل لك الضوء وغنهضر، ولا غنخليك هكدا مدى الحياة، وحتى الدات ديالك ما يقدر يكشف عليها طبيب. سكت، وما هي إلا لحظات رجع الضوء، وأنا جالس حدا الباب ومعنق ركابية وكنشوف. أقدام جاية في الاتجاه ديالي، كانت كبيرة والشكل ديالها غريب، والصبع الكبير ما كاينش، والباقي كانوا مسبوغين بالكحل. طلعت عيني لقيت راجل لابس الكحل وحاط سلهام أحمر وشم وجهه بعين ما بين الجبهة دياله. بقيت كاتم الأنفاس ديالي وما قادرش نطلع الصوت. إلا شوية لقيت راسي في وسط الصالة. شكون تاني ما عرفتش ولا كيفاش حتى تهزيت، لكن لقيته مازال كاين قدامي وبداك الشكل ديالو المرعب. تشجعت وقلت ليه شنو بغيتي مني وعلاش داخل دارنا؟ هادي داري انا، وهالدار كتحتوي على كنز كبير، غادي ناخده وغنخليك في حالك، ولا غنبقى نقتل فيكم واحد ورا الاخر وتنتحروا بلا ما تعرفوا علاش. ابها اللي سبقوك. يا ربي فكني من هاد الوحلة يا ربي. تختالت الصوت ديال الضحك ديالو المزعج والمرعب مع الأصوات ديال البكاء اللي ما عرفتش ديال من دوك الأصوات، يمكن أصوات ديال دوك الناس اللي ماتوا هنا. غدا هو يوم السبت واللي كنصومو فيه حنا اليهود، غنجي عندك بعد إتمام الطقوس ديالنا، ونبغيك تكون واجد. من بعد اختفى. لقيت الوالدة مصونيات لي 17 المرة. وهذه هي المرة 18. ألو ما؟ فين كنتي؟ ما ما سمعتوش. تاني مع دوك الألعاب ديالك، هالفري فايل والبيب جي، ها ولدي غتخرج على راسك وقلبي تشد عليا. ما أنا واسمعني، كل ما كلتك وعندك تنسى صلاتك. ما أنا وتغطى مزيان من البرد، راه خليت لك الماكلة ديالك ديال 3 الأيام. ما وقابل غير حفاظتك وما تجمع مع حد. ايوا بسلامة. ما وعاود تجاوب على التليفون ديالك، أنا وصيتك. ما سمعيني، أنا بغيت ما خلتني نكمل حتى كلامي وقطعت عليا. رجعت الكوزينة وانا القلب ديالي كيضرب وخايف من داك المنظر اللي شفته قبيلة. دخلت لكن لقيت الماكلة عادية. جريت للدوش ودخلت للدوش، لقيت كل شيء عادي وكأن حتى شي حاجة ما وقعت. خرجت وعيطت لداك الغارديان اللي عندنا في الحومة، عاودت ليه كل داك الشيء اللي صرالي وحتى من دوك الكوابيس اللي وقعوا معايا، وقلت لي على الموعد اللي عطاني. لكن حسيت بيه انه ما تفاجأش من كلامي. سمعني، قال لي انتحروا هنا خلوا ورقة كيعودوا فيها نفس الاحداث اللي عاودت انت. شوف، مادام قال لك ان تما كاين كنز كبير، اجي نقلبوا عليه ربما غادي نلقاو شي حاجة. تفكرت ان كان بقى ليا ان واحد البيت صغيرة
كان باغي يدير فيها بيرو ديالو، وقال لي بغى حتى يخويه من داك الربوج وشي صناديق ملي يلقى شي فرصه. كنلقاهم هنا في الدار، وهذيك البيت كانت جنب البيت ديالي بالضبط، متلاصقه معها. ما لقيتش الساروت حيت الواليد كان حريص باش ما نحلوهش، لا انا ولا الوالده. مشى الغارديان جاب شي حديدات وشي سوارت باش نحاولوا نحلو هذا الباب. بقينا كنجربو كنجربو، الا من بعد نص ساعه بالضبط تفتح، وغير حليناه عطى هذاك الصوت نتاع الصرير ديال الباب ثقيل. وكأنه باب كبير ديال الحديد، وخرج منه واحد الهواء كان سخون، وكأننا في شي بلاصة شعلة فيها العافية، زيادة أن البيت ما كانش فيه الضوء. دخلت أنا الأول ومن مورايا صاحبي. غير دخلنا والدار كلها كتبان لينا بحال شعلة فيها العافية. صاحبي دار يدو على كتافي وبقينا كنقراو في القرآن. استمريت بالخطوات ديالي الثابتة ودرت البيل ديال التليفون، إلا كنلقى جوج ديال الصنادق واحد فوق واحد نفس الشكل ونفس اللون. مشيت وهزيت واحد وحطيت الاخر في الارض. مشيت فتحت الاول لقيت عامر كتوبه، قلبي كان غادي يتوقف. ها انت شوف، ما كاين والو صاحبي، غير الكتوبه كما كتشوف. بلاتي سد عليا هذا الصندوق ونشوف الصندوق الثاني. واخا حليناه ولقينا فيه صندوقة أخرى كانت ملوية في منديل أحمر. حلينا ديك الصندوقة ولقينا كتاب آخر، لكن هاد المرة ماشي كيف المرات الأخرى. قلبي بدا كيضرب وشي هواء بارد دخل لي في صدري. بقيت غير كنشوف داك الكتاب، هسيته بيدي وصاحبي كيشوف فيا وعينه خارجة. هسيته وصدت عليه. لكن ديك الغبرة اللي طارت من فوق الكتاب طارت وضوات المكان، وكأنه سمق من الذهب. شفت في الكتاب وكانت فيه مكتوب كتابة كبيرة، وكان المكتوب كالآتي: كتاب شمس المعارف الكبرى، شمس المعارف الكبرى، شمس المعارف الكبرى. يتبع. السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. وكما عودناكم كيف ديما احنا متواصلين معكم كل ليلة في قصة جديدة في هذا الشهر رمضان المبارك، كل ليلة مع 11 ديال الليل توقيت المغرب. نتمنى أن هذه القصة تكون نالت على الإعجاب ديالكم. قصة عجبتني من تأليف جوهرة، كان الأحداث زوينة قادمة في هذه القصة وقوية بالنسبة للناس اللي كيبغوا الرعب. فاللي كنقول لكم دابا نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وديروا لنا لايك في هذا الفيديو والفيديوهات كاع اللي شفتوهم، باش تخليونا نتحمسوا أكثر ونوصل لكم القصص حتى لعندكم، والقصص اللي كيكونوا جداد ومن التأليف ديالنا وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى أنكم تواصلوا معنا في جميع التواصل الاجتماعي ديالي، يعني بالنسبة اللي عنده شي قصة وبغاني نرويها في القناة أو عنده شي فكرة بغانا نقدموها في القناة، فما علي غير يتواصل معايا وغادي نكون ممتن. فالكلمة الأخيرة كما العادة: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، ونلتقي في الجزء الثاني غدا إن شاء الله مع الساعة 11 ليلا بتوقيت المغرب.